مرة أغنية حاتم عمور اللي طلعة هاد الأيام في طوندونس وطيحت منه الأغنية ديال بيك عجبت بزاف ديال البنات وحتى الدراري، وخا بزاف منهم قالوا بأنه عمور هو المحامي الجديد ديال البنات أو المحامي ديال البنات في هاد الشهر، وكاين اللي قال عليه عنيبة. ولكن عادي فيما يطلع شي فنان تيغني فيه على الفتاة المغربية ضروري ما المغاربة يبداو يعايروا فيه ويقولوا فيه راه ماشي هو هذاك. لا سيدي، راه ماشي بالضروره تكون غادي مع الموجه ديال كلاشي الدريه والدريات كلاشيك باش نسميو عليك فنان، خصوصا ان الاغنيه الشبابيه ديال الموجه جديده فيها بزاف من هذا الشيء. وربما نقدروا نقولوا ان العراب ديال هذه الموجه هذه هو سعد مزرود، لانه هو اللي جا وطلق بزاف ديال الدياسكسيس فيهم الدريات وما عرفت شنو. انتي باغيه واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد غلطي ما جئتني ندمانة قلتلي ريحني هالمرة سامحني درتيني وما ربحتي والو. وماشي غير سعد مجرد، حتى إيهاب وأمينوكس وزهير بهاوي تما عندهم ديسك بحالك. منك بزاف ولا نسيتي منك بزاف ديك تهضر ديك تنقريها وما كتسالش لا 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 ما كتقاداش نو 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 نو. يا انا ماشي هذوك الناس اللي طيحوا قيمتهم على دغيا. ثم اشنو سر هذا الحنان وهذا الفيمينيزم اللي طاح مره واحده على الفنانين المغاربه وبحال غادي يبداو واحد الموجه جديده؟ موجه بداها البيك بالديسك ديالو اللي قال فيه بانه كيدافع فيه على النساء وخا طلعهم كلهم بحال الات جنس تشيء ياك. هذا من بعد ما طبعا عرضها سبان في النساء في 170 كيلو وقال لك دير ديسك باش يحسس فيه على قيمه المراه وما عرف شنو. الله الله، زعما تقول هو الام تيريزا برا خبر البابا فرانسيس وقيلا على من الساعة هادي. وعموما الشباب راه ما عطلوش الديسك ديال حاتم عمور ودار واحد بارودي زوين، اجيو نشوفوا منه واحد لابارتي. في الاول غيبان خفيف نطرات عمر راسه في البلية كاع ما مولف معجون جوان الاكستاز غتبان. الدودية صاحبة عطيني ساكي باغا معاكي باغا البال اليوم زوينه ما كتخلي حتى فرصه تدوز باش تقول بانها هي كتشبه فيروز صاحبه عطيني وغني. ثم انه ماشي كاين فرق بين عطيني ساكي وعطيني النايا وغني، ولاباس اللي ما كاينش في الموضوع على القدس ولا كان قال لهم عطوني شي حجر واختي هذا الشيء بزاف على الزعمة. بنت لك غاي فيروز تقولي بانه راه كتشبهها في الصوت، قلتي صاريك ولا ما تقولي مثلا سينا. نخليو الجمهور يقولها نو انا احسن من كل شيء ما تشبهينيش بشي حد. براد 23 مليون سنتيم في تارودانت، واش هذا براد ولا مصباح علاء الدين؟ حلو عليا والله حلو عليا. هذه اللي خصنا نقولوا فيها اشخاص كالمدن الرازحه تحت الصفر وبلا بنى تحتيه خاصني برا ديالها تاعي مولاي دك شويه بحال زعما تاودان سلات مع كل شيء مع كاع المشاكل اللي عندهم توفر فيها كل شيء وكان خاصهم غير داك البراد يحطوه في وسط المدينه بحالك البراد العملاق مكوك فضائي. اصلا الناس اللي كتحترم نفسها وفي البلدان اللي كتحترم نفسها ملي كيبغيو يديروا شي تمثال كيديروا شي تمثال شي عالم شي فنان شي فيلسوف شي باش تعرفوا قلة ما يدان في وصلت عندنا في البلاد. خبر على الهامش، المكتب الوطني للسكك الحديديه خاص تولي سميتو المكتب الوطني للسلطيحات الحديديه. داير هاي غرق فيها جمله عباد الله ومعطل الناس على مصالحهم وزيدها بتخرج العينين والتنطيح. انا راه مغلغل عليهم والله الله الا مغلغل عليهم. هادشي بعد ما واحد الزبون رفع دعوى على لاين سيف بسبب التاخرات الدائمه اللي تسبت ليه في خسائر، وعلى الرغم من هادشي واللي حنا عارفينه كاملين المكتب رفض انه يعتذر ويعترف بالخطا ديالو ومخرج عينيه. لاين سيف وكل محامي للترافع ضد هاد الزبون. وشنو الحجج اللي دار هاد لاين سيف؟ قال لك اسيدي انهم كيتعطلوا بسبب هاد الاشغال اللي كتكون طيله السنه وبلا بلا 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 بلا. ولكن المحكمه اخيرا فرحت ولكن المحكمة التجارية في الأخير اقتنعت بالحجج ديال الزبون وهو اللي ربح القضية
تجد المليون سنتيم. واخا صراحه انا بيني وبينكم ما قنعتنيش هاد الجد. انا فاش قلت تجد المليون كنت نتسنب ديال الدرهم. حصول هالخبر في راسكم اللي واقف على شي فلوس ولا عنده شي سالف ولا المهم قاضي عنده محنسره يمشي يرفع دعوه على الله ينسيف راه التعويض مضمون. عدنا بن كيران نسبع علينا راسنا مؤخرا بكثرة الهضرة وكثرة الفيديوهات الطويلة جدا. جاء نبي عبد الله ونصحوه قال له هل عرينا ما التزم الصمت وسكتنا زعما نصيحة وهذا عادي. علاش؟ لأن نبي عبد الله براسه فايت اكتوى بلسانه في حوار شهير مع واحد الأسبوعية مغربية واللي كلفته المنصب دياله. هادشي علاش رجع كينصح صاحبه كيقول له صد فمك شوية باش تحافظ على دوك المليونات اللي عندك التقاعد الاستثنائي الشهري. سيد ليلى التزم الصمت. كنت رئيس حكومة هناك تجربة أخرى. هاد التجربة بغيتي ولا قراتي بالخصوص فيها الحزب ديالك الحزب اللي انت كتنتمي ليه. رجع للور شوية ديال واجب التحفظ وخلي. وأكيد أن السي بن عبد الله عنده واحد وصفة صحية ديال الساكتة والمسكوتة اللي عطاها لبن كيران باش هو يضرب الطم ويهنينا ونرتاحوا كاملين. مابقاوش متبعين فيديوهات في اليوتيوب فيسبوك صافي جينجل. المنتخب المغربي وقع ضربته الاكس 1 اكن 1 اكس 1 اكن 1 اكن 1 اكن 1 ويتراجع للرتبه 43 في التصنيف العالمي للفيفا. وبذلك المنتخب خسر 3 ديال المراكز وخا دار وينه كامل. المنتخب باقي هو الثالث افريقيا بمجموع النقاط 1440 نقطه من بعد المنتخب ديال السنغال وتونس. اما المنتخب الاول في التصنيف العالمي هو منتخب بلجيكا ب 1727 نقطه. بما ان الفقره مرتبطه بالتعليقات ديالكم اجيو نشوفوا التعليقات ديال الجماهير المغربيه. يتراجع فين عمر شي منتخب لعب بعد كاس العالم باش من الاساس كينقطوا هاد الفيفا. وفي تعليق اخر الترتيب لا يهم المهم العمل والانتصار في المباريات القادمه. مالو عاد غادي يرجع راه قدم بزاف. هادشي اليوم اللي كاين في التعليقات ونتلاقاو في تعليقات اخرى وفي حلقه اخرى. المهم سيدنا عجبتكم الحلقه قولوها لنا. ما عجبتكمش الحلقه قولوها لنا حتى هي. خليو تعليقات الى عندكم تعليقات الى ما عندكمش تعليقات خلينا نعلقوا في حالنا. السلام عليكم. فهمتي الا كنتي داير معايا شي فعيل شي واحد كيف حالك يطلب الا كنتي داير معايا شي فعيل انا كنصرفهم لك في هذا المونتاج. انا نقول نقول لك انا طلقت عطلتها صح ملي غنقولها انا خصك تطلقها ايوا صافي انا طلقتها وصافي.